اول حاجه ان شاء الله ان شاء الله لازم عبد الله جمعه يلعب يعني يا رب تبقى يبقى سليم بس يبقى يا رب اه طبعا يا رب تبقى انا امبارح اتكلمت مع الدكتور واتكلمت يعني مع كذا حد مع ناس يعني اداريين كده وعرفت ان هي تقل عزم خفيف بس يعني يلحق لا يلحق ان شاء الله يعني خلي بالك يا سيف في فرق ما بين ان انت حاسس بسترين او حاسس بشد في حته معينه لو هو حاسس بيها في حته معينه نوت شانس انه يلحق الماتش حتى لو شد للدرجه الاولى خلي بالك يعني لو انت عندك في حته معينه في تيل في الناتشر في حته معينه ما يلحقش في اربع خمس ايام ولو لحق ممكن يتعور بريسك كبير انما انا اطمنت عليه امبارح لما اتكلمت ان التقل في العضله كلها فاهمنا عزم ولا مش يعني لما يكون التقل اجهاد يعني يعني لما يكون التقل في العضله كلها ما فيش حته معينه هي اللي فيها الناتشه دي 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 مطمئنه فان شاء الله عبد الله يلحق عنده عبد الله باتشيكو في الحته هو دي هو امبارح نزل اسلام جابر تمام انا يعني امبارح كان معايا كابتن احمد رمزي امبارح في البرنامج سالته مين اللي يلعب لو عبد الله جمعه مش موجود قال لي اسلام جابر وانا احمد رمزي انا بقى احسن باك ليفت جه في تاريخ مصر انا دايما بخاف من حته الباك الجنب ده سيف لما يكون واحد ما لعبهاش قبل كده لان ده مركز في تغطيه عكسيه في الخطوه بتاعه الاوفسايد لو خدتها زياده ممكن تدخل وقت تخلي واحد اونسايد لازم اللي لعبها انا في رايي ان بدء الاسلام جابر مخاطره كبيره من باتشيكو انا لو انا العب سنتر باك لو السنتر باكات جاهزه العب سنتر باك ناحيه الشمال واوقفه يعني لا اجيب عبد الغني تعالى يا ريس اقف هنا اقف لي في الحته دي ملالي الحته دي وبعد كده نشوف ايه اللي هيحصل في الجيم طول ما احنا 0-0 يعني الحته دي كويسه انما لا لاعب واحد يعني ممكن لاعب واحد مش مركزه يلعب على الدايره او يلعب جنب واحد على الدايره انما يلعب باك جنب لا خلي بالك في تخطيط في التخطيط العكسيه في الكروسات ممكن يبقى واقف غلط بيخش جوه زياده سنه صح ولا لا حازم مركز حساس خلي بالك مركز خطير